طيب، هلا فيكم مرة ثانية. خلونا اليوم أتكلم لكم عن موضوع اللي هو القصة. كثير القصة تصير، وكثير أنه الناس تتكلم فيها ويفتي فيها من ليس له علم. وإذا قبل شوي واحد يسألني أنه نازل ما شاء الله تبارك الله 25 كيلو، يقول لا، إذا ما في قصة معناته عمليتك فاشلة. طيب، ال 25 هذه من وين طلعت؟ من وين راحت؟ أو كيف راحت؟ يا حبايب، القصة لا تعني نجاح ولا تعني فشل للعملية. القصة تجي بسببين. واحد، إذا إحنا استثنينا موضوع التدخل الجراحي بحيث أنه قد يكون يستمر معهم سنة ولا سنتين، هذه يكون أنه الجراح قرب في القص على المريض وعلى أعلى المعدة، فيصير قريب من اللي هو رأس المعدة، فيصير القصة هذه متواصلة طول حياته. اثنين، قد يكون انقباضات عندنا في أسفل المريء بين فترة وفترة، فتجي معها القصة، فيصير في عندنا انقباضات أسفل المريء. هذه الانقباضات تروح وتجي بفترات متباعدة، فالناس تحكم على أنه هذه القصة، وهذه لابد أن استمرارها يدل على أنه العملية ناجحة، وهذا اللي تمنعني بعد فترة طويلة، أو إذا استمرت فترة طويلة فهي تمنعني من الأكل، وبالتالي أنا أبدأ أنحف. فإذا راحت القصة تجيهم ردة فعل نفسية سيئة، لا، راحت القصة معناته أنا قابل للسمنة. ما لها علاقة نهائيا، ما لها علاقة. فقد تكون انقباضات لفترة معينة بعدين تروح مع الوقت. ثلاثة، قد يكون طريقة أكلك أو نوعية الأكل اللي أنت تأكله. الحين لما نأخذ في الوضع الطبيعي، تأخذ لك لقمة كبيرة، زين، يعني يكون واحد كذا جعان بشكل يعني شره، فعلى طول يأخذ اللقمة ويقول لك غصيت فيها. القصة غالبا تجي إما هنا أو تجي أسفل اللي هو المريء، اللي احنا نتكلم عليه اللي أسفل المريء، زين. فلما يأكل اللقمة الكبيرة غير محل، فهذه مع الوقت يا جماعة تروح القصة، هذه من الطبيعي أنها تروح وتختفي. فإذا اختفت، هذا لا يعني أنه المريض المفروض أني أنا أرجع أسمن مرة ثانية، لا. أنت الهدف أنك أنت تقنن كمية الأكل ونوعية الأكل، تختارها بعناية، بالإضافة إلى التزامك في الرياضة. ما ينفع تجي تقول لي والله أنا خلاص راحت القصة معناته أنا قابل للسمنة ونفسيتي تتعب، لا. أنت حتى مع القصة ممكن تزود في الوزن. فالكلام كثير في تويتر، في السوشيال ميديا بشكل عام كلام كثير. خذ الكلام من المختص، خذ الكلام من طبيبك، خليك من كلام الناس والناس قالوا والناس كذا. لا، ما فيك قصة معناته عمليتك فاشلة، معناته أنت بترجع تسمن ويدخل في حالة نفسية سيئة. هذا كلام غير صحيح. القصة تروح مع الوقت، قد تكون مؤقتة عند الناس، في بعض الناس ما تكون عندهم غصة ومع ذلك نزولهم ممتاز. فما هي علامة على فشل أو نجاح أو نجاح العملية؟ فقط التزامك هو اللي بيفيدك في يوم من الأيام إذا نزلت. نصيحتي لكل من سمع هذا المعلومة من شخص أو آخر، أقول لكم يا جماعة، ما عليكم من كلام الناس، ما عليكم من الشيء اللي تداول في وسائل التواصل الاجتماعي. الغصة وإن حدثت فهي مؤقتة وليس الدليل على نجاح أو فشل العملية. عدم وجودها لا يعني عمليتك فاشلة. التزامك في الرياضة والتزامك في الأكل الصحي وطريقة الأكل الصحيحة هي اللي بتوصلك في يوم من الأيام إلى الوزن اللي أنت تبغاه، وتنزلك في بالكمية اللي أنت تحتاجها. لا تردون على كلام غصة وما غصة. أتمنى أن الرسالة وصلت، وفعلكم الرشاقة جميعا. إلى اللقاء.